السلام عليكم، تحياتي للجميع. رمضان كريم معكم لاله بوتينه من قناه ديليزدو لاله بوتينه شهيوات لاله بوتينه. ان شاء الله اليوم نختار عليكم طريقه تحضير بغيك بالطن او مورقات مربعه بالطن. غنحتاجو بطبيعه الحال طن، فلفل اخضر مشوي مقطع مربعات، زيتون منزوع النواه، بصل مقطع مربعات، طماطم مجففة، في الريسيبيان نضيف الزيتون الأسود ثم الفلفل الأخضر المشوي والبصل. نضيف الطن، نضيف الطماطم المجففة، نخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تنسجم. نقطعو فوي دو بريك ولا ورقه ديال البسطيله، ندهنوها بقليل من الزيت. بالنسبه لي غندهنها بالزيت اللي فيه الطن، بارفو حتى باش تنعمل القنينطات ديال السردين الكونسير حتى هو تندهنو بالزويته ديالو تيجي ملذذ. غادي نوضعو القليل من الحشوه في الوسط، وغادي نلفوها في الفص ونحصلوا على مربى ونبقاو هكا حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. وهذا هو الشكل ديال المورقات، تمنى تنال اعجابكم وشكرا للمتابعه.